بس مش هينفع ما نبدأش بالحدث الأهم، بالحدث اللي كل مصر يعني بتتكلم عنه، وهو مباراة القمة وبيان نادي الزمالك. شفتهم إزاي؟ بص، الموضوع صعب، موضوع صعب جدا. نادي الزمالك بيبحث عن حقه وفقا لما يراه، ووفقا للمعطيات اللي موجوده على الارض، وفقا في اسباب، وفي زي تحليل كده. لما تيجي تمسكي مساله بتحلليها، انا بيحصل 1 2 3 4، انا في اخطاء تحكيم مستمره، في عدم عداله في وضع جدول الدوري الممتاز، في عدم انتظام للمسابقه، في تسهيلات للمنافس على حسابي بشكل كبير جدا. ازاي ان انا ما انهيش الدور الاولاني والعب ماتشات من الدور الثاني، طب العب الماتشات اللي بتتلعب من الدور الاولاني واخلص الدور الاولاني كاملا. كل العوامل اللي بنتكلم فيها والاسباب اللي هنتكلم فيها، سواء حكام، سواء انتظام المسابقه، سواء المواعيد، سواء الجدول الغير مظبوط، سواء ان انت بترحل ماتشات قويه للمنافس ان هو يلعبها بعد ما يلعب الماتشات السهله، اي كلام هنقوله في النهايه الزمالك عنده مبرراته واسبابه عشان يحافظ عن حقوقه، وهو شاف ان ده التوقيت المناسب اللي يقدر يتحرك من خلاله نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك، شاف ان ده التوقيت المناسب ان انا اقدر اتحرك عشان اقدر احصل على حقوق نادي الزمالك، سواء صحيح. ان انا مباراه كبيره بحجم مباراه الاهلي، المباراه دي مؤثره، يعني ممكن ده لو حصل في اي مباراه تانيه مع احترامي لكل فريق الدوري الممتاز ممكن يكون الموضوع يعدي عادي والمباراه تتاجل ويحصل فيها حاجات كتير، لكن في مباراه النادي الاهلي لا، الموضوع هياخد منحنى مختلف، الموضوع هيبقى مختلف. فده بس الزمالك، خليني برضو ابقى واقفه هنا، ويعني سامحني لو في كل نقطه، لان الوضع شويه حساس، فالمفروض نبقى بنوضح كل الامور او بوضح وجهه النظر. يعني لما بنتكلم عن مباراة بكرة، انت بتقول لو هي مباراة تانية كان ممكن الموضوع يتأجل او حاجة، بس هو زمالك تعامل مع المباراة ان هي دي المباراة بس اللي حصلت بعد مباراة المصري اللي هي كان فيها مشاكل كبيرة جدا تحكيمية، والمباراة اللي قبلها كان في ظلم في رجل المباراة، والمباراة اللي قبلها كان في ظلم فهي توالت الحاجات. فالزمالك هو حتى الزمالك دايما، والمتحدث الرسمي لنادي الزمالك احمد سالم قال نفس الكلام، الاهلي مش طرف في الازمه خالص، يعني لو المباراه بتاعت بكره مش الاهلي فهو الاهلي ما كانش هيبقى طرف في الموضوع اصلا. ليه يبقى بس بوضح الامور بصي دي. انا احنا متفقين في الكلام، احنا متفقين ان الزمالك عنده اسباب كتيره جدا اضطريت ياخد القرار، لكن انا شايف من وجهه نظري ان الزمالك اختار المباراه الصحيحه اللي يعمل فيها المشكلة أو يتسبب فيها في المشكلة. الزمالك اختار، كان موفق جدا في اختيار المباراة. مباراة الأهلي هي مباراة أزمة، الأهلي مش طرف فيها خالص نهائيا، لكن أهلي وزمالك هي أهم مباراة بتبقى في الموسم، مع احترامي لكل الأندية وكل الفرق المتنافسة، مباراة الأهلي والزمالك هي المباراة الأهم في الموسم. فالزمالك اختار صح واختار التوقيت صح، ومباراة جت بعد مشاكل وحاجات كتيرة جدا حصلت. فأنا شايف إن نادي الزمالك بياخد موقف الاستمرار في الموقف وان هو يتخذ الاجراءات القانونيه في الفتره القادمه صح. لازم نتكلم في حاجه واضحه جدا نيره، الحكام احنا مش بنشكك في الحكام المصريين، محدش بيقول ان الحكم متحيز او متعمد اللي بيحصل، لكن في اخطاء حكام واضحه كبيره جدا بشكل كبير جدا ومتكرره، يعني في اشخاص في حكام الاخطاء بتاعتهم بتبقى متكرره، ورغم كده بيتم تعيينهم في نفس المباريات، ده غلط. طب اين دور لجنه الحكام؟ انت لك ان تتخيل ان البنا تقريبا في مباراه النهارده هيحكمها، انت متخيل ان في حكم بيحكم 3 ماتشات في اسبوع او يعني اسبوع وشويه؟ هو ده طبيعي؟ لا، ده الماتشات دي بتبقى في الدوري الممتاز، ساعات بينزلوا كانوا يحكموا لما الممتاز بيه اللي هو بقسمين الالف والباء شغالين، كانوا بينزلوا يحكموا تحت. لا، ده هو حكم 2 في الدوري الممتاز، هو واحده في الترقي، هو ده طبيعي؟ لا طبعا مش طبيعي. ده من قله الحكام يعني؟ احنا عندنا حكام كتير جدا جدا، ده انت انا بحس ان انا كل 10 15 ماتش بشوف الحكم يتكرر، ده الطبيعي. لكن النهارده لما تحط البنا في 3 ماتشات، 2 دوري محترفين او دوري الممتاز، واحده ترقي اللي هي برضو عليها العين، فازاي؟ وعنده اخطاء في ماتشين منهم لسه النهارده مش عارفين هيعمل ايه، عنده اخطاء في ماتشين منهم، لا ده طبيعي؟ هو ليه مش تاخديها بشكل تاني؟ طب ما تشوف الحكم ده حكم للفريق دوت كام ماتش السنه دي؟ وانت تلاقي مشكله اكبر، يعني ممكن تلاقي حكم في ال 26 ماتش او ال 22 ماتش او ال 24 ماتش، يعني احنا مش عارفين كل واحد لعب على حسب ما الجدول متفاوت، يعني ممكن تلاقي حكم للفرقه في 22 ماتش 12 ماتش لفرقه واحده جه 8 ماتشات لفرقه، ازاي؟ كتير قوي. ازاي ده بيحصل ازاي؟ انا نادي النصر حصل معايا موقف طريف جدا 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 في الموسم،
السابق مش الموسم دوت. حكم حكم لي الاسبوع دوت عندي في ملعبي. الاسبوع اللي بعده كنت بلعب مع القناه بره ملعبها، لقيت الحكم هو برضه. الحكام كتير ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. يعني هو ما فيش غير الحكم ده اللي هيحكم؟ يعني حكم حكم لي عندي في ملعبي تاني ماتش بره ملعبي هو نفس الحكم برضه. ده دليل على ان الاختيارات وهي بتتم مفيش دراسه ومفيش تنسيق، مفيش معايير محطوطه. شفت ان اختيار، يعني قبل ما ندخل تفصيليا في متطلبات الزمالك في البيان اللي فات والبيان النهارده، بس انت شفت ان اختيار البنا في ثلاث ماتشات في توقيت او في عدد ايام قليل كده، شفت ان هو عند؟ بس انا بساله، حاسه عند. انت قبل ما سالتي شفته عند؟ عند، هو عند. والمهم ان هو يعني ساعات العند ما بيبقاش في الصالح، لان هو عمل غلطه في مباراه الزمالك والمصري، وعمل غلطه في المباراه اللي وراها كانت في الترقي، صح كده؟ اللي هي اللي هي الكره اللي جوه الجون بقى، يعني المره دي كانت جوه الجون خالص، يعني هي نزلت جوه الجون وما اتحسبتش. يعني يا ترى النهارده هيعمل ايه تالت؟ هو ده الغريب. انت بتفكر ازاي كلجنه؟ هل بتستعدي الانديه معاك؟ هل بتخلق مشاكل كلجنه حكام؟ هل انت مش شايف الانديه؟ هل مش شايف الشكاوي؟ خلي بالك انت بتتكلمي، نادي الزمالك قدم شكاوي، نادي سيراميكا كليوباترا قدم شكاوي، نادي المصري قدم شكاوي، نادي الاتحاد السكندري قدم شكاوي، فيوتشر قدم شكاوي، نادي الاهلي نفسه اشتكى من الحكام.